بسم الله، كنا في الجزء الأول خلصنا مع سيادتك المراجعة على إزاي نكتب الصيغة وإزاي نوزن المعادلة، واديتك فكرة عامة عن منهج الصف الثاني الثانوي. تعالى بقى نبدأ مع بعض أول درس في المنهج وناخد منه جزء كده نتكلم عنه. زي ما قلت لك، الدرس الأول بيتكلم عن تطور بنية الذرة اللي هو تركيب الذرة، واللي احنا عارفينه بقى ان الذره بتتكون من هو الكترونات والكلام ده، وازاي العلماء بداوا منين لحد وصلوا للتركيب اللي احنا عارفينه. احنا معانا يا شباب في اول درسين دول 8 علماء، كل واحد فيهم قدم فكره هو كان شايف الفكره من وجهه نظره ان هو ده التركيب الصحيح للذره، لحد ما جه العالم اللي بعده عمل حاجة من اتنين، يا إما كمل على كلامه زي ما هنشوف كده. يعني خلال الدرسين الأولانيين دول إحنا معانا 8 علماء، اللي بيحصل إيه في التمانية دول؟ بيجي عالم بيحط نظرية لتركيب الذرة، بيجي عالم تاني بعده، العالم التاني اللي بعده ده بيعمل حاجة من اتنين، يا إما يؤكد الكلام يقول لك آه والله الراجل ده صح والدليل كذا، يا إما ينفي الكلام ده ويقول لا 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 الراجل ده غلطان، غلط كلامه غلط والصح كذا، ويبدأ يحط هو نظرية جديدة، فيجي اللي بعده يعمل نفس الكلام، يا إما يؤكد على كلامه ويضيف إليه، يا إما ينفي كلامه خالص ويبدأ يشتغل من أول وجديد. ده اللي احنا هنشوفه كده خلال الدرسين الاولانيين اللي هم الـ8 علماء. اول عالم معانا هو فيلسوف اغريقي. الفيلسوف يعني بيبص للحاجه بشكل فلسفي. قال لك والله العالم ده اسمه ديموقراطس. ده اللي انا قلت لكم عليه، ده اول واحد يضع تصور لتركيب الذره. قال ايه بقى؟ بكل بساطه قال ان الذره هي جزء غير قابل للتجزئه او الانقسام. الذره هي حاجه ما ينفعش تتقسم، ما ينفعش تتجزأ، ما ينفعش تتقطع. بس كده، بس كده يا عم ديمقراطس، هو ده كل فكرتك عن الذره؟ قال لك اه. عشان كده اطلقوا عليها كلمه ذره. ليه؟ لان كلمه ذره في اللاتينيه معناها اتوم، وكلمة اتوم دي معناها لا تنقسم، اتوم باللاتيني يعني لا تنقسم او غير قابلة للانقسام، اطلقوا عليها اتوم. اللي احنا عندنا بالعربي اسمها ذرة. زي ما قلت لك بقى، زي عمك كده ديموقراطس بيقول ايه، مثلا لو انا معايا سبيكة ذهب وقطعتها لحتت صغيرة، قطعتها قطع من الذهب، فضلت اقطع فيها تاني لحد ما عملت حاجه اسمها تراب الذهب، اللي هو بقى جزيئات صغيره كده مش قادر اقطعها تاني خلاص، ما عدتش قادر او مش قابله تاني انها تتقطع. فكل واحده من دول بقى هي تمثل ذره ذهب. ده كده بالنسبه للديموقراطس. يبقى عند ديموقراطس هو اول واحد فكر في تركيب الذره. طب الذره عنده عباره عن ايه؟ عباره عن جزء غير قابل للتجزئة أو الانقسام، غير قابل للتجزئة أو الانقسام، وسميت أتوم لأن معناها باللاتيني، سميت ذرة اللي هي أتوم معناها باللاتيني لا تنقسم أو غير قابلة للانقسام. ده العالم الأول ابن حلال كلمتين وخلاص. نيجي بقى للعالم اللي بعده، وده كان له رأي بوظ علم الكيمياء، له رأي تسبب في شلل لعلم الكيمياء. هتقول لي ازاي؟ يعني ايه تسبب في شلل؟ ده وقف العلماء لمدة 1000 سنة أو أكثر، وقفهم عن البحث. ليه؟ الراجل ده طلع بفكرة مجنونة، قال إن الذرة أيا كان ما فيش حاجة اسمها ذرة، رفض فكرة الذرة، وقال إن المادة أيا كان إيه هي بتتكون من 4 مكونات. واخد بالك أنت بقى، واخد بالك من الكلام ده،
الراجل ده قال لك مفيش حاجة اسمها ذرة، عشان لما يسألك عنه دايما يقول لك كده، العالم الذي رفض فكرة الذرة هو مين؟ هو أرسطو، الراجل المعروف ده. الراجل ده قال لك مفيش حاجة اسمها ذرة، أمال في إيه يا عم أرسطو؟ قال لك لا، هي أي مادة بتتكون من أربع مكونات، أربع مكونات، أي مادة بتتكون من أربع مكونات، هواء وتراب ومية ونار، أي مادة؟ آه، ده عمك أرسطو قال إن رفض فكرة الذرة وقال إن أي مادة تتكون من أربع مكونات، أي مادة اللي هو مين الأربع مكونات؟ هواء وتراب مية ونار، يعني الحديد هواء وتراب مية ونار، والنحاس هواء وتراب مية ونار، ألمونيوم هواء وتراب ومية ونار، طب والذهب هواء وتراب ومية ونار؟ آه، تعبك أرسطو قال الكلمتين دول. فمن هنا يا شباب يجي بقى طمع الإنسان، يطمع الإنسان بدل ما يفكر في تطوير العلم، لا، ركنوا على الكلمتين بتوع عمك أرسطو وبدأوا بقى شغالين بالطمع. اللي هو إيه الطمع؟ يا باشا لو أنا معايا نحاس في هواء وتراب وماء ونار، والذهب في هواء وتراب وماء ونار، طب ما تيجي نحول النحاس نخليه ذهب، طالما ده هواء وتراب وماء ونار وده هواء وتراب وماء ونار، بس الفكرة في النسب، نسبة الهواء والتراب والمية والنار. طب ما تيجي احنا بقى، ده كان تفكير العلماء، نحاول نعرف النسب بتاع الدي ايه والنسب بتاع الدي ايه ونغيرها، ونحاول نحول النحاس او الحديد او المعادن الرخيصة كلها نحولها الى معادن نفيسة غالية الثمن. ومن هنا العلماء سابوا علم الكيمياء واشتغلوا كل همهم انهم يحولوا المعادن الرخيصة لمعادن نفيسة غالية الثمن، وده زي ما قلت لك تسبب في شلل حركة الكيمياء لأكثر من 1000 عام. يبقى العالم الثاني هو أرسطو، رفض فكرة الذرة وتبنى فكرة بتقول إن كل المواد مهما اختلفت طبيعتها تتكون من 4 مكونات، اللي هما مين الأربع مكونات؟ الماء والهواء والتراب والنار. والرأي ده تسبب في شلل حركة الكيمياء لأكثر من 1000 عام. ليه؟ لأن علماء الكيمياء زي ما قلت لك بدل ما يدوروا في الكيمياء وبحثوا في تطوير العلم، لا، سابوا ده كله وانشغلوا بكيفية تحويل المواد الرخيصة مثل الحديد أو النحاس إلى مواد نفيسة مثل الذهب وغيره. ها، حد كده عنده مشكلة في الاثنين اللي قلناهم، الاثنين العلماء اللي قلناهم دول يا شباب؟ لا ديموقراطس تمام. وأرسطو. ديموقراطس قال أن الذرة هي إيه؟ جزء غير قابل للتجزئة أو الانقسام، جزء من المادة غير قابل للتجزئة أو الانقسام. ده ديموقراطس، وده أول واحد يفكر في الذرة. جه بعده أرسطو، قال لا يا عم سيبك من الراجل ده، مفيش حاجة اسمها ذرة، رافض فكرة الذرة. قلت لك بيجي العالم يا إما يأكد على كلام اللي قبله يا إما يلغيه ويجيب كلام جديد. فعمك أرسطو عمل كده، لغى رفض فكرة الذرة وحط فكرة جديدة بتقول إن كل المواد مهما اختلفت طبيعتها بتتكون من 4 مكونات، هي الهواء والتراب والماء والنار. فده تسبب في شلل لعلم الكيمياء، لأن العلماء سابوا العلم وبدأوا يبحثوا في الأمور المادية، وهي تحويل المواد الرخيصة إلى مواد غالية الثمن زي الذهب. طيب تعال نروح بقى للعالم رقم 3، وهو العالم بويل. بص، أول 3 علماء دول كده كل واحد فيهم كلمتين. بويل ده رفض فكرة أرسطو، زي ما قلت لك بيجي عالم يا يرفض يا يأكد. رفض فكرة أرسطو، قال لك لا لا لا، مفيش حاجة الكلام دي، ده أنت كده بوظت الدنيا يا راجل، مفيش حاجة اسمها كده. رفض الفكرة وقال لا، ده المادة بتتكون من عناصر والعناصر دي لها ذرات. فهو
أول من وضع تعريف للعنصر. لما أجي أعرف العنصر اللي هو الحديد مثلا، عنصر الحديد، عنصر النحاس، عنصر، قال لي العنصر هو مادة نقية لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة. يعني إيه الجملة دي؟ قال لي يعني الحديد ينفع أحلله لحاجة أبسط من الحديد؟ يعني أقول كذا مع كذا يديني حديد؟ لا، ده الحديد ده أبسط حاجة، مفيش مكونات جوه الحديد. تمام؟ العنصر هو مادة نقية لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها. اللي هو أنت كنت بتاخد التعريف كده يقول لك إيه؟ أبسط صورة نقية للمادة، ولا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية الإيه؟ البسيطة أو المعروفة. تمام؟ ده بالنسبة لفكرة بويل. يبقى بويل رفض فكرة أرسطو، أدي العالم الثالث أهو. يبقى أول واحد ديموقراطس، ده حط فكرته. جه بعده أرسطو رفض فكرته، رفض فكرة ديموقراطس وحط فكرته. جه بعده بويل رفض فكرة أرسطو اللي قبله وحط فكرته، هو اللي هو العنصر. العنصر هو مادة نقية لا يمكن تحليلها إلا ما هو أبسط منها. شكرا يا عم بويل. تعال بقى للعالم الرابع والأخير اللي هنتكلم عنه النهارده سريعا، وهو الإنجليزي جون دالتون. دالتون عمل إيه؟ هل رفض فكرة بويل ولا كمل عليها؟ لا، كمل عليها، وده أول عالم بقى يقابلنا يكمل على أبو. الراجل ده قال لك أجرى العالم الإنجليزي دالتون العديد من التجارب والأبحاث، ووضع أول نظرية عن تركيب الذرة. هيجي واحد يسألني أول نظرية، طب أمال التلاتة اللي فوق؟ لا، اللي فوق ما حطوش نظريات، بنسميها تصورات، لأنه ما قالكش الذرة دي بتتكون من إيه ولا بتتركب من إيه، محدش فيهم اتكلم عن كده. ده أول واحد قال لك اللي هو ديموقراطس، قال لك هي حاجة ما ينفعش تتقسم بس. شكرا. هل دي ينفع أسميها نظرية؟ قال لي لا، ده ممكن نسميه تصور ديموقراطس. برضو أرسطو بالتصور بتاعه الغريب. ثم بويل حتى لما رفض فكرة أرسطو وحط تعريف للعنصر، برضو دي مش نظرية، لكن أول واحد يحط نظرية فعلا هو كان الإنجليزي جون دالتون. عمك جون دالتون بقى ده حط أول نظرية وقال فيها إيه؟ ركز بقى على اللي قاله. قال شوية حاجات مهمين. أولا العنصر، عنصر، ده أنت كده بتكمل على بويل. أيوه فعلا، الراجل هنا كمل على كلام بويل وما قالش انه غلط، لا تكمل عليه. قال ان العنصر يتكون من دقائق صغيره جدا تسمى الذرات. بدا يربط اهو. قال لك بص يا سيدي، انا عندي الماده بتتكون من عنصر، والعنصر ده بيتكون من جزيئات صغيره تسمى ذرات. ماشي يا عم دالتون، تعالى بقى كلمني عن الذره. بص، اول واحد يكلمك عن الذره قال لي الذرة مصمتة متناهية الصغر. يعني ايه؟ يعني ايه الذرة مصمتة؟ بص، كلمة مصمتة يعني غير فارغة، يعني شكل الذرة عند دالتون عاملة كده، كأن مثلا معايا كورة مقفولة مش فاضية من جوه، لا مصمتة. دي شكل ذرة دالتون، مصمتة مقفلة زي كده. وبالمناسبة، طب هل كلمة مصمتة ده صح ولا غلط؟ إن شاء الله هتعرف بقى معانا في الدرس اللي جاي إن الكلام ده غلط، ذرة مصمتة دي غلط، ولكن هو الراجل أول واحد يحط نظرية فهو يحترم. كان بيقول إن المادة بتتكون من عناصر، وعناصر بتتكون من ذرات، والذرة دي عبارة عن كرة مصمتة مسدودة، سد مش فاضية، ما فيهاش فراغ، متناهية الصغر. فعلا، ودي حاجة صحيحة. متناهية الصغر يعني صغيرة جدا جدا جدا. بص الجملة دي غير قابلة للتجزئة والانقسام. ده شبه مين؟ مين اللي قال الجملة دي يا شباب؟ ها، حد يرد عليا، مين قال؟ ديموقراطس ديموقراطس. عشان لما يجي يسألك يقول لك إيه؟ اتفق دالتون مع ديموقراطس في نقط. اتفقوا مع بعض في إيه؟ أن الذرة غير قابلة للتجزئة أو الانقسام. يبقى دول أول نقطتين حطهم مين؟ دالتون.
العنصر يتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات، والذرة مصمتة متناهية الصغر غير قابلة للتجزئة أو الانقسام. بعد كده بيقول لك إيه؟ ذرات العنصر الواحد، نعم ألاء. ألاء رفع إيدك. مستر، ما بويل برضو تبع برضو العالم الأول في اللي هو قال اللي هو إنه الذرة ما تقدرش إنها تتقسم برضو اه مظبوط بأي، يعني أول واحد أعتقد اللي هو تبع فكرة هو بويل. اه مظبوط، ان احنا بنقول ان هو بس ما حطش نظريه، يعني ما قالش تركيب، فما لما بنقول وضع اول نظريه دي لانه ما اتكلمش عن التركيب ايه، لكن ده انت هتشوف دلوقتي هو حط قواعد، فدي نظريه فعليه ان العنصر بيتكون من دقائق صغيره اللي هي الذرات، والذره دي مصمطه يعني مسدوده صغيرة وغير قابلة للتجزئة والانقسام. كمان بقى شوف الجملة الثالثة دي، ذرات العنصر الواحد متشابهة في الكتلة، ولكنها تختلف من عنصر لآخر. تمام، بص بقى وركز في اللي بنقوله ده. يقول لك مثلا الحديد Fe، لو انا معايا حتة حديدة كده فبتتكون من ذرات، ولو معايا حتة مثلا ذهب هتتكون برضو من ذرات. عمك جون دالتون قال نقطة مهمة جدا اللي هي ايه؟ ذرات الحديد اللي هي ذرات العنصر الواحد، خلينا احنا مثلا نتكلم عن الحديد، ذرات الحديد دي متشابهة مع بعضها في الكتلة. اه يعني لو معايا ذرة حديد وذرة حديد تانية هل هيبقوا مختلفين؟ لا، ذرة الحديد زي ذرة الحديد. ذرات العنصر الواحد متشابهة في الكتلة ولكنها تختلف من عنصر آخر، يعني ذرات الحديد شبه بعضها وذرات الذهب شبه بعضها، بس هل ذرات الحديد شبه ذرات الذهب؟ لا. دي نقطة مهمة وضحها دالتون، إن ذرات العنصر الواحد متشابهة ولكنها تختلف من عنصر لآخر. وإن كان برضو للأمانة الكلام ده كان صح في وقته، في الوقت ده، لكن لما جه زي ما انت خدت في سنة أولى عالم اسمه راذرفورد اكتشف النظائر، فاكرين النظائر؟ زي مثلا لما نقول نظائر الهيدروجين ثلاثة اللي هم H11 و H12 و H13، هتلاقي هنا ده العدد الكتلي. طب مش الثلاثة دول هيدروجين بس كتلتهم مختلفة يا مستر؟ اه، يبقى معنى كده ان ذرات العنصر واحد متشابهه في الكتله. الجمله دي كانت صح، لكن لما اكتشفوا النظائر عرفوا ان الجمله دي غلط، مش لازم يبقوا متشابهين. اما انت عندك ذرات الهيدروجين اسمهم هيدروجين ومختلفين عادي، يبقى ذرات العنصر واحد متشابهه في الكتله وتختلف من عنصر لاخر. تمام، دي كانت صحيحه ثم بعد كده اصبحت خطا. تتكون المركبات من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عددية بسيطة، إن أي مركب، عشان هنقف عند النقطة دي عشان الوقت لأن في حصة للأسف بعدكم، إن أي مركب يتكون من العناصر بنسب عددية بسيطة. يعني لما أقول مثلا المية H2O، آه يبقى المية بتتكون بنسب، نسبة كام لكام؟ نسبة 2 هيدروجين إلى 1 أكسجين. لما اقول مثلا النشادر NH3 هتقول لي نسبة ذرة من النيتروجين الى 3 ذرات من الهيدروجين. يبقى يتكون المركب من اتحاد ذرات العناصر المختلفة، العناصر المختلفة تتحد مع بعضها عشان تكون مركب، بس بتتحد بنسب ايه؟ بنسب عددية بسيطة وثابتة. يعني ما ينفعش مثلا المية فجأة اقول ده المية H3O، ليه؟ انت كده بوظت النسبة يا ريس. نسبة المية كل ذرتين من الهيدروجين معاهم ذرة من الأكسجين. طب ينفع يا مستر أقول H2O2 يبقى النسبة 2 إلى 2؟ برضه غلط، النسبة ثابتة 2 إلى 1 ما ينفعش أغيرها. يبقى يتكون المركب من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عددية بسيطة. دول كده الـ4 نقاط اللي وضعها دالتون، اللي هو إن العنصر بيتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات، وان الذره دي مصمته يعني ما فيهاش فراغ
صغيرة جدا غير قابلة للتجزئة والانقسام، وإن ذرات العنصر الواحد بتكون متشابهة ولكنها تختلف من عنصر آخر، والكلام ده طبعا قبل اكتشاف النظائر إن المركب يتكون من اتحاد العناصر، ذرات العناصر المختلفة بنسبة عددية بسيطة وثابتة. ده كده يا شباب درسنا النهاردة، حد عنده أي استفسار؟ أنا تحت أمركم، شكرا لحضرتك. كل الشباب اللي معايا الدنيا تمام، محدش عنده أي استفسار، يعني فاهمين الدرس كويس؟ كله تمام يا أيوة مستر، تمام، شكرا تمام لحضرتك، الله كل خير. وجزاكم. طيب إن شاء الله نشوفكم على خير بقى الحصة اللي جاية بإذن الله في ميعاد آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.